موعد الانتخابات هو ليس له علاقه بالامريكا، اللي ما تريد انتخابات مبكره ولا حتى ايران تريد انتخابات مبكره. لو تكلمنا بصراحه اثنيناتهم يريدون، لا اثنيناتهم يريدون انتخابات مبكره. لو تكلمنا بواقعيه مصالحهم، التوازن الموجود لدى الجانب الامريكي والجانب الايراني هو موجود على ارض الواقع داخل الاراضي العراقيه، فالكل ما يريد يخسر ما يعرف من نتيجه الانتخابات اليوم. اتحدى اي جهه نعم تعرف نتائج الانتخابات القادمه ومن سيسيطر على الساحه السياسيه نعم في المستقبل. نعم هذا الوهم، هذا التخوف من المستقبل اكيد يعني ما راح يعطي شعور بالاستقرار لا للجانب الامريكي ولا للجانب الايراني انه من سيكون هو القائد المرحله السياسيه القادمه. يعني لربما يسعون الى افشال، لا مو يسعى، لا احنا بس الظروف الراهنه صارت من مظاهرات تشرين وغيرها حتمت على وجود انتخابات مبكره حتى يكون هناك اعاده للثقه بين الطبقه السياسيه وبين، وبرايك راح تنعاد بين الشعب العراقي والشارع العراقي؟ معتمده على نسبه المشاركه، مشاركه الشعب العراقي اليوم. قانون انتخابات بعد استكمال الاجراءات الملحق الدوائر الملحقه سيكون هناك قرار للجماهير العراقيه، متى ما كانت المشاركه واسعه على مستوى عالي سيكون هناك تغيير بالطبقه السياسيه حتمي. نعم. وانبثاق طبقات سياسيه وكتل سياسيه جديده تستطيع ان تقود العراق في المستقبل. اما اذا بقت المشاركه على المستوى العادي يعني 30 35% من المشاركه فاكيد لا يكون هناك اي تغيير بالطبقه السياسيه مهما كان نوع قانون الانتخابات. تمام. فالكل معتمد على اليمن، معتمد على مستوى المشاركه.